النهاردة رحلتنا هتكون لعالم جديد تماماً، عالم غريب بنعيش جواه وبنتعامل معاه بشكل يومي، في حين إن كل واحد فينا بيرصده بشكل مختلف تماماً. عالم مكون بالكامل من الألوان الوهمية اللي حرفياً ملهاش أي وجود على الإطلاق إلا في مخك أنت شخصياً. فمثلاً لو سألتك عن لون التفاحة اللي قدامك دلوقتي، بنسبة 99% هيكون ردك إن لونها أحمر. طيب لو سألتك عن لون زرار اللايك اللي تحت الفيديو اللي بتدوس عليه دلوقتي، تقول لي ان لونه ابيض. لكن انا عايز اقول لك ان اللونين اللي قلتهم دلوقتي يعتبروا غلط تماما. خلينا الاول نتفق على ان الالوان هي مجرد واحده من الخصائص اللي بتوصف اي شيء حوالينا. فالاشجار لونها اخضر وده مش صح، والسماء لونها ازرق وده برضو مش صح، واخيرا الشمس لونها اصفر وده كمان مش صح. لكن قبل ما اقولك على الوانهم الحقيقيه، عايز اسالك سؤال بسيط. ازاي بنشوف اي حاجه موجوده حوالينا؟ علشان تقدر ترصد او تشوف الاجسام اللي حواليك، فلازم يكون في مصدر للضوء، والضوء ينطلق من المصدر ويقع على الجسم المرصود، وبعد كده ينعكس الضوء من الاجسام لعينيك ومنه لشبكيه العين، واخيرا توصل الاشارات الكهربيه للمخ وتتم عمليه الرؤيه. طيب لنفترض ان الضوء ده سقط على جسم ما ومعكسش اي ضوء تماما، ساعتها بنعرف ان الجسم المرصود لونه اسود. لكن انا عايز افاجئك واقولك ان لون اي شيء حواليك هو اي لون ما عدا اللون اللي انت شايفه. والجملة دي غالبا هي اكتر جملة مريبة هتسمعها في حياتك، الا انها اكتر جملة فعلا حقيقية. فلو افترضنا انك دلوقتي بتاكل خيارة، هل الخيارة دي فعلا لونها اخضر؟ طيب فكر معايا كده، لمبة الأوضة اللي انت فيها دلوقتي بتطلع ضوء أبيض، يعني مكون من اندماج 7 ألوان، وهم الأحمر والبرتقاني والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، وانت بعينك بتشوف لون الضوء اللي بينعكس من على الخيارة، وبالتالي فكل الألوان وقت سقوطها على الخيارة بيتم امتصاصها، وترفض الخيارة تماما انها تمتص أو حتى تتقبل وجود اللون الأخضر جواها، أو بوصف أدق علميا تعكسه على عينك مرة تانية، وبكده تكون الخيارة الخضراء اللي في ايدك حاليا لونها الـ6 ألوان ما عدا اللون الاخضر. وبالتالي لو تفتكر لون التفاحة اللي اتكلمنا عنها من شوية، فلونها هو برتقاني واصفر واخضر وازرق ونيلي وبنفسجي ما عدا اللون الاحمر، لانها زي ما اتفقنا بترفض انها تتقبله من الاساس. لكن برضو شايفك مش مقتنع باللي سمعته. طيب انا عايزك تاخد التفاحة الحمراء وتحطها جوه شنطتك وتنزل معايا الشارع لسه موجودة فيه اضاءة الصوديوم الصفراء بتاعت زمان، او باسمها العلمي الهاي بريشر صوديوم لامب، وطلع التفاحة من الشنطة تحت الضوء الاصفر. تتوقع يكون لونها ايه وقتها؟ لمبة بتطلع الضوء الاصفر لتفاحة بتعكس اللون الاحمر. المفاجأة انك هتشوف التفاحة باللون الاسود، لانها حرفيا امتصت اللون الاصفر، وساعتها مش هيكون في اي ضوء ينعكس من على سطح التفاحة. طيب تعال نلعب في الضوء المنطلق من المصدر شوية. لنفترض انك قررت دلوقتي تنزل تجيب 5 كيلو موز من الفكهاني اللي على اول الشارع، وبما ان احنا بالليل في الفكهاني كتر خيره مركب لمبة فوق الترابيزة اللي مرصوص عليها الموز وباقي الفاكهة علشان يشوف البضاعة ويعرف يعد الفلوس مظبوط. انا عايزك بقى تركز شوية في المشهد ده. عمرك بصيت على لون اللمبة اللي معلقها الفكهاني فوق الموز؟ لو ركزت شوية وافتكرت المشهد فعلا، دايما هتلاقي الفكهاني اللي بيبيع الموز والبرتقان والمانجا بيكون معلق لمبة لونها اصفر. لكن عمرك سألت نفسك ليه بيعلق الضوء الاصفر بالتحديد فوق الفاكهة من النوع ده؟ خليني اقولك، كلنا عارفين ان الضوء الابيض بيتكون من 7 ألوان، وهي الاحمر والبرتقاني والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي، وبتتسمى بالوان الطيف السبعة. وبكده فأي شعاع من الضوء لونه ابيض فهو بيكون جواه 7 ألوان. واللي بيحصل وقت ما تكون عند الفكهاني كالتالي: يفتح الفكهاني المحل ويشغل النور الاصفر، واللي حرفيا بيطلع لون اصفر بس من غير اي الوان تانية تماما. وتيجي انت تشوف الموز والمانجا والبرتقان بلونهم الاصفر المبهر، وكأنهم لسه نازلين من على الشجر دلوقتي حالا. واول ما تروح البيت تلاقي الفاكهة اللي جبتها لونها مخضر وكأنها لسه مش مستوية، وبكده يكون الفكهاني خدعك فيزيائيا بمجرد تعليقه لللمبة الصفراء. فالضوء الاصفر بيسقط على الفاكهة اللي بتحوي فعلا لون اصفر ولو كان حتى قليل نسبيا، وبالتالي ينعكس اللون الاصفر لوحده من على الفاكهة وتظهر وكأنها طازة ولسه حرفيا طالعة من على الشجر. ونتعلم من كده انك لازم تشتري الفاكهة الصبح في ضوء الشمس اللي بيحوي جواه 7 ألوان، وتكون ساعتها الفاكهة ظاهرة بألوانها الحقيقية. او لو عايز تشتريها بالليل يبقى تختار الفكهاني اللي معلق اللمبة اللي لونها ابيض.
طيب بتحداك انك تشتري كان كوكاكولا وتخفي الكلام اللي عليها بمجرد تسليط الضوء عليها. هل تعتقد انك بمجرد فوتونات ضوئية تقدر تخفي كلام على كنز اتكتب عليها بأشعة الليزر؟ الحقيقة ان عشان اجاوبك على السؤال ده هحكي لك على موقف طريف حصل معايا شخصيا. كنا في رحلة رصد بالليل من حوالي سنتين، وفي رحلات الرصد بتكون الإضاءة المستخدمة من كشافات اليد كلها باللون الأحمر، لأنه الأقل تأثير على شبكية العين في التأقلم على الضوء الخافت، وبالتالي تكون قادر على رؤية أقل النجوم لمعان في السماء بالليل. لكن المفاجأة حصلت أول ما طلعت كان الكوكاكولا من الشنطة، وبحاول أتأكد من تاريخ الصلاحية، ولسه بنور عليها بكشاف الضوء الأحمر، عشان أتفاجئ إن حرفيا مفيش ولا حرف على الكان، وكأنها طلعت من المصنع من غير ما يتكتب عليها ليها اي شيء، وكان لونها بالكامل احمر بطريقه مريبه جدا. والحقيقه ان الموضوع فعلا ممكن يكون مبهر لثواني حتى لو كنت عارف السبب، وده من جمال الفيزياء بشكل عام، بتكون الظاهره دايما بجمالها وابهارها حتى لو كنت بترصدها للمره المليون. فالسبب كان كالتالي: الضوء الاحمر بينطلق من الكشاف ويسقط على كان الكولا، وبما ان الكان بتتكون من لونين، الاحمر للعلبه المعدنيه والابيض للكتابه، فالعلبه بتعكس اللون الاحمر طبيعي جدا، اما الكتابة باللون الأبيض فبتعكس اللون اللي ساقط عليها بس، وهو برضو اللون الأحمر، لأن زي ما قلنا اللون الأبيض بيحوي جواه الألوان كلها، وبالتالي العلبة بالأحمر والكتابة ظهرت برضو باللون الأحمر. فتتحول كان الكوكاكولا من مجرد علبة عادية لعلبة سحرية بمجرد تطبيق خدعة ضوئية، وأعتقد إنك سهل تعملها وتبهر بيها أصحابك بمجرد ما يكون عندك كشاف بيطلع ضوء أحمر. لكن لو تفتكر معايا في أول رحلتنا أنا قلت إن السماء مش زرقاء والشمس مش صفراء، لأن اللون الحقيقي للسماء هو اللون البنفسجي، واللون الحقيقي للشمس هو اللون الأبيض، وده بيرجع لسببين أساسيين، منهم واحد معتمد على كوكبنا، والتاني معتمد بشكل كلي على تكوين العين البشرية بالخصوص. فالغلاف الجوي لكوكب الأرض بيتكون بشكل رئيسي من النيتروجين بنسبة 78% والأكسجين بنسبة 21%، وبالتالي وبالتركيب الكيميائي اللي اتكلمنا عنه يكون قادر الغلاف الجوي على تشتيت اللون الأزرق بكمية أكبر عن باقي الألوان زي اللون الأحمر مثلا، أو بما يعرف علميا باسم ريلي سكاترينج إفكت، واللي بدوره بيخلينا نشوف السماء باللون الأزرق طول اليوم والشمس مزيناها باللون المايل للون الأصفر، ونشوف السماء والشمس باللون الأحمر وقت الشروق والغروب باختلاف زوايا سقوط أشعة الشمس خلال الغلاف الجوي لكوكب الأرض. أما السبب التاني فبيرجع لتكوين شبكية العين البشرية، واللي بتقدر إنها تميز الألوان اللي بتكون قريبة من منتصف الطيف الضوئي المكون من السبع ألوان بسهولة، ويكون رصد الألوان على أطراف الطيف الضوئي أصعب نسبيا، وبالتالي تظهر السماء باللون الأزرق والنيلي ويختفي اللون البنفسجي من السماء في عيون البشر. وبعد كل اللي قلناه تكون الألوان هي أكبر خدعة كونية بنتعايش معها بشكل يومي، وإنها بالفعل كلها بتعتمد على المخ المستوعب للبيئة المحيطة في الاقتناع باللون المرصود. والدليل على كده اختلاف آراء العالم كله من سنتين على لون فستان إن كان فعلا لونه أزرق ولا لونه بني، بل إن مخك حرفيا قادر على إيجاد ألوان مختلفة تماما عن الواقع اللي بتشوفه بعينك في بعض الأحيان. فمثلا الصورة دي، ركز كويس في النقطة البيضة اللي في نص الصورة لمدة 15 ثانية من دلوقتي، حاول ما تحركش عينك من على النقطة البيضة اللي في نص الصورة. متخيل معايا ان الصورة الغريبة اللي شفتها دلوقتي هي علم الولايات المتحدة الامريكية بألوانه الحقيقية الاحمر والازرق والابيض؟ مستحيل انك كنت تصدقني ان الصورة اللي شفتها في الاول بتمثل علم الولايات المتحدة الامريكية بألوانه الحقيقية الاحمر والازرق والابيض. فالصورة تعتبر من صور الافتر ايمجز، وهي اكبر دليل على ان الالوان عبارة عن وهم من المخ البشري ومش من الخصائص الحقيقية اللي المفروض نحكم بيها على العالم المحيط بينا. فالكون حوالينا بيحوي كتير من الخصائص المعتمدة على الكائن الراصد ليها، فلك أن تتخيل أن كل إنسان بيشوف شيء ما في الكون مستحيل يكون بيرصده بنفس اللون، ولو ضمينا الحيوانات والطيور لرصد الكون معانا، فحرفيا كل كائن حي بيشوف العالم بألوان مختلفة تماما. وساعتها يظهر سؤال غريب جدا: هل مفهوم الحقيقة حقيقي فعلا؟ مستني أعرف رأيكم في الكومنتات. لو استمتعت برحلتنا ما تنساش اللايك، ولو بتشوفنا للمرة الأولى ما تنساش الاشتراك في القناة، أو بحجز مكان مميز على متن سفينتنا الفضائية من زرار الانتساب تحت الفيديو، واللي هيخلينا ننطلق مع بعض في رحلات أكتر لغزو الفضاء الكوني العميق. وأشوفكم الحلقة الجاية مع رحلة جديدة بين النجوم.